يجب أن نقدم لقرطبة أحدنا، ومؤكدا لن أكون أنا. أراك أدركيني، إنه جنون ليس حقيقة، إنه كابوس. ماذا؟ هل وصل جيش قرطبة إلينا؟ بل أبوك. أبي، أبتي، الشكر للرب على عودتك، لا أصدق عيني. هذا هو الكابوس؟ بل أشد الكوابيس، إنه يريد أن يبيعني، هل تصدقين هذا؟ أنا صهره، زوج ابنته، زوجك، يسلمني لقرطبة، فهل هناك كابوس أسوأ من هذا الكابوس؟ لقد أثبتت عجزك، تركت الجند يدافعون عن ليون، ونجوت بجلدك، ثم تركتني أسيراً في سجن نافار ولم تفعل شيئاً. لقد كرهك الجميع، ولا أظن أن أحداً سوف يأسف عليك أو يلومنا فيك. ولكني زوج ابنتك، إن لم يكن من أجلي فمن أجلها. من أجلها أسلمك. ماذا؟ هل تسمعين؟ أسمع. ولا تقولين شيئاً؟ زوجك يؤخذ منك ويضحى به، ولا يهمك ذلك؟ أنا ابتليتها بك لغرضي، وأنا الآن أخلصها منك بعد أن أصبحت عبئاً ثقيلاً علي. ألا ترى أنني أفعل ما أفعله من أجلها ومن أجلي ومن أجل قشتالة ونافار وليون وجليقيا؟ وأنت لأول مرة يكون بك نفع لأحد. أردونيو الطاغية، أردونيو الخبيث، هكذا يسميك قومك، فلا نلام إن سميناك بما سموك. لقد تخلى عنك أصدقاؤك، كنت أريد أن أظفر بك حين دخلت ليون، لكنك خيبت ظني مرتين، حين أثرت الفرار مرة، ومرة حين فوتت علي لذة اكتمال النصر. لا أحب النصر السهل، ومع ذلك فأنت تحتمل مسؤولية ما وقع لك. أعني ابن عمك سانشو، عرف إلى أين يأتي، فكان أكثر منك فطنة وأكثر حنكة، وعرف أيضا
ممن يطلب العون وأننا نملك الكلمة الأخيرة في هذه الجزيرة، وعرف أيضا أنه لا يعز من يعادينا ولا يذل من يوالينا. خذوه إلى سجن القلعة حتى يصلنا أمر الخليفة فيه. سيدي، أناشدك بما تؤمن به أن تنصت إليه. الآن أدرك أن ما تقوله هو الصواب، لقد خدعت عن نفسي، الآن انقشعت الغمامة يا سيدي. لقد أعنتم ابن عمي سانشو عليه، ولكن أين العهود التي قطعها لكم؟ ما زال يماطل، يتذرع بثورات الأشراف في جليقية وغيرها. ولكن ماذا تعني تلك الثورات؟ ألا تعني أن له الكثير من الأعداء وأن حكمه لن يستقر أبدا؟ فهل هذا ملك يعول عليه؟ وصهري، أو من كان صهري، فرناندو كونثالث، لن يدخل يوما في طاعة سانشو، وكل همه أن يستقل بقشتالة إلى الأبد، وعليه فسيبقى سانشو يماطلكم بتلك الدعاوى. وبعد أن بدا له الآن أنه تخلص مني إلى الأبد، فهو يظن أن الخطر الأكبر على ملكه قد انقضى بنهايتي، فلماذا يعطيكم ما تطلبون؟ أما أنا فبأيديكم، وكما أعنتموه علي من قبل تستطيعون أن تعينوني عليه الآن، ولكم أن تشترطوا علي ما تريدون، بل تستطيعون أن تتركوا حامية من جيشكم في ليون إذا أعدتموني إليها لتطمئنوا أني أفي بعهودي. وهذه مسألة يحسن ترك الخوض فيها، ولقد كثر الكلام فيها عند المشارقة، واختلفت فيها طوائف المتكلمين وأهل الفلسفة والمذاهب، وقد أفضت إلى فتن عظيمة وشرور كبيرة. هل الشر فيها يا سيدي؟ أم في بعض من تكلموا فيها؟ إذ تعصب كل فريق لرأيه ثم كفر بعضهم بعضا. بل الشر فيها وفي من أخطأ الرأي من أهل البدع والضلالات، فلما رأى أهل الصلاح هؤلاء يوشكون على إفساد عقول العامة كان عليهم أن يتصدوا لهم فيلزموهم الحق بالبينة القاطعة، وإلا فبالسلطان، فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحسب أن هذا الرأي هو أصل البلاء والفتنة. وكيف ذلك؟ من يقرر وجه الصواب على القطع ليقول أولئك هم أهل الضلالة ورأيي هو الحق المطابق لمراد الله؟ فإن قالها أحد الفريقين فقد أباح للآخر أن يقول مثل قوله، إذ كلاهما يرى نفسه على حق، فإن ننتهي من هذا؟ أوليس الحق بيناً كما بينه الله تعالى؟ ليس بعد الحق إلا الضلالة. هذا في القطعيات التي لا اجتهاد فيها ولا رأي. وهل ثمة اجتهاد في تلك المسألة؟ فمن قال بتقديم الرأي على النقل فقد قدم رأي البشر القصر على كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا ريب، ولكن وصف المسألة بهذه الطريقة تلبيس يعقبه تحريض. ماذا؟ من يقول إنه يقدم رأيه على كلام الله؟ هذا الله. فما القول؟ لا أرى العقل والنقل ضدين، بل لا بد لأحدهما من الآخر، والذي أنزل الكتاب هدياً للبشر هو الذي خلق العقل وميز به الإنسان عن سائر الحيوان وأنهض به التكليف، فإسقاط العقل كأنه إسقاط للتكليف، وبه نتعقل النص ونفسره ونتأول التشابه منه وننزله على الوقائع والأحداث. أما ما لم يرد به نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة فنجتهد فيه بالرأي. قد ذهبت تلك الطائفة التي في وسعها أن تجتهد فتصيب لقرب عهدها بالوحي، واكتمل من مجموع اجتهادات ما يغني عن الجديد، وليس وراء ذلك إلا التزيد وفتنة العقول. كأنك تنعي الأمة وتنذر بفنائها، والحق أنه لكل عصر رجاله، وتنشأ فيه مسائل لم يعرفها من كان قبلنا لتطور العمران واختلاف الأحوال، فيكون على العلماء وأهل الحكمة أن يستنبطوا لها من الأحكام ما يوافقها، ذلك أنه إن كانت حاجاتها اليوم وأشراطها كحاجاتها وأشراطها قبل 200 عام، فمعنى ذلك أن الأمة قد بلغت حدها ولا مزيد، وليس بعد حد الكمال إلا النقصان.
فهل هذا ما نخرج به إلى الناس؟ نسب حاضرهم وننعي مستقبلهم ونيأسهم من أنفسهم وكأننا في آخر الزمان؟ وماذا يقول المكوي؟ لا أحب المتكلمين ولا أكفرهم معاذ الله، ولكن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك يقع فيه. فما لنا ولهذا الكلام كله، وعندنا ما هو خير منه نخوض فيه. من جديد يا سيدي، كلامك حق، ولكن في هذا أيضا. أما النص الذي نقلته عن رسول الله فحق، وذلك هو النقل، ونحتاج إلى العقل في تدبره وإنزاله، وإلا حرفنا القول عن مواضعه، فمن يقرر الشبهات التي يجب ألا نقع فيها؟ نعم، هناك شبهات يجتمع عليها الرأي، ولكن الطامة يا سيدي أن رجالاً من أهل التزمت قد جعلوا الحياة كلها شبهات، وبدعوى التحوط قد جعلوا الدين كله تحريماً، وبذلك ضيقوا واسعاً، وبقدر ما تضيق على الناس ينفرون من الدين، يقعون في الفتن ويستمرئون الحرام الذي لا شك في حرمته. ذلك أن كثرة الممنوع تزيد من احتمال الوقوع فيه، وبذلك نكون قد أوردنا الخلق ما أردنا أن نجنبهم إياه. فهل هذا هو الرأي؟ قد أفهمتهم نعم، ولكن احذر مما يقولونه فيه، فإن لهم ألسنة حداد. دعي وخبيث، والله ما قال إلا بعضا مما في نفسه، ما يظن أنه لا يخرج به عن الحد، ولو اطمأن وأفصح لسمعنا منه كلاما من كلام المعتزلة والمرجئة والباطنية وربما الدهرية وسواهم من أهل العقائد الفاسدة. فإن البعرة تدل على البعير، والظاهر القليل ينبئ عن الباطن الكثير. ما هذا يا شهر؟ قارلة. قد رضيت أخيراً بلفظ العربي لاسمك. إذا كان قد استعرب فهو قارلة حقاً. لهذا ترتدي ثياب العرب؟ هل تعجبه؟ وهل ستبقى بها حين تعود إلى بلدك؟ لن أعود إلى بلدي، هذا هو بلدي الآن. ماذا قلت؟ كما سمعتني، بلد الرجل حيث بلد زوجه. يعني أنني قررت الزواج من قرطبية أحببتها، مستعربة، وقد اشترط أهلها علي ألا أخرج بها من قرطبة إن كنت راغبا فيها حقا. لا يريدون أن تفارقهم. قد غلبك العشق. قل أكثر من ذلك، لو رأيته وهو يقف تحت شرفتها يضرب على العود، يغني أبياتا من شعر قيس. قيس المجنون، مجنون ليلى. قد صار الآن مجنونان، مجنون العرب ومجنون الفرنجة وليلتين. تعني وليلى وين؟ نعم، ليلى وين؟ اسمها ليلى كذلك. بقي أن تصنع لها أنت من شعرك كي تتم الموافقة. سأصل إلى ذلك بعد وقت. إذا تعجلت الزواج لن تصل إلى ذلك أبداً، ذلك أن أشعار العشق لا تصلح مع الزوجة بعد أن ينطفئ الشوق وتنقضي الرغبة. وأين خطتك في أن تنقل إلى قومك صنعة الطب، صنعة الموسيقى، علاج الأبدان، علاج الأرواح؟ في الحق شعرت بالارتياح حين اشترط أهلها علي البقاء في قرطبة، كنت مترددة فأنهوا ترددي، أعني بعد ذلك الوقت الذي قضيته هنا والأشياء التي رأيتها وعملتها وتعلمتها. لم يكن في وسعي أن أعود إلى بلدي، سأنكر الناس هناك وسينكرونني. وسينكرونني. سوف أشعر أني غريب بين أهلي وقومي، لم يعد مزاجي كمزاجهم، ولن أجد هناك شيئا مما تمنحني إياه قرطبة، بمنزلة الميت الحي. بقدر ما يرضيني كلامك عنا، فإن شهادة الصدق تلزمني أن أقول لك لم تنصف قومك حين أثرت المكوث عندنا،
فكيف يتغيرون إلا بأمثالك ممن درسوا هنا واكتسبوا من المعارف ما حقهم أن ينقلوه؟ ولا تقل لا يتغيرون، فلا شيء يثبت على حاله. نحن لم نكن هكذا حين كان قومنا يعيشون في جزيرة العرب قبل الإسلام، ولم نكن هكذا أول قدومنا الأندلس. وأسأل الله أن نكون بعد 100 سنة أحسن مما نحن فيه الآن، وأن لا يأتي علينا زمان نقول فيه أين كنا وأين أصبحنا. هل يزعجك صوت العود؟ بل يهدئ نفسي. إنك لتحبين هذا العود. العشرة يا مولاي تؤلف، وإني لآنس به بقدر ما أؤنس به. تصفينه كأن به حياة. أصابع الصانع الماهر تبعث به الحياة، فإذا اهتزت الأوتار اهتزت معها القلوب. هل تعلم يا مولاي أن كل وتر فيه يقابل عضوا من أعضاء الجسم، ولذلك صبغ كل منها بلول يشاكل ذلك العضو؟ الزير أصفر يقابل الصفراء في البدن. المثنى أحمر بمنزلة الدم في الجسد. المثلث أبيض كالبلغم في الجسم. البوم أسود يقابل السوداء في البدن، فيأتلف من هذه كلها الجسد بمجمله، هذا فضلا عن مقابلة الأوتار للطبائع الأربع في البشر. البوم حار يابس يقابل المثنى وهو حار رطب. والزير حار يابس يقابل المثلث وهو حار رطب، وبذلك يقابل كل طبع بضده حتى يعتدل ويستوي كاستواء الجسم بأخلاطه، وكما ينجذب الزوج إلى زوجه فبه يكتمل وبه يعتدل. فهل تعجب بعد ذلك يا مولاي إن قابلت العود بالبشر؟ سمعنا شيئاً مما كنت تغني لصاحبتي، ولكن قل لي أولاً ألم تعشق يوماً؟ لا أحسب ذلك. لا تحسب ذلك؟ إذاً فأنت لا تعرف الحب وخبره، إنه الذي يحرك الساكن ويبعث الميت ويطلق النشاط ويقرب البعيد، حتى كأنك تلمس النجوم. قد بلغت حد الشعر، إلا أنه لا وزن ولا قافية. من أين صار لك هذا البيان وكنت لا تحسن النطق؟ هل عرفتم الآن ما يفعل الحب؟ والله لو كان توصلي إليها يلزمني حفظ المعلقات كلها لفعلت. هذا هو الحب. أو قد بلغت في نفس أمير المؤمنين أن يقول فيها شعرا؟
عشقت وقد ودعتها كيف لم أمت، وكيف انثنت بعد الوداع يدي معي. فيا مقلتي العبرة عليها اسكبي دما، ويا كبدي الحرة عليها تقطعي. ما رأيت أمير المؤمنين تملك لبه امرأة قبل الآن. لم تكن ثمة امرأة قبل الآن يا جعفر. ألهذا الحد؟ بل هي نساء في امرأة واحدة، كل شيء فيها يجعلني شابا. كلامها، جمالها، حركتها، ولكن ما لي أصف امرأتي لغير محرم. ولكنها جاريتك يا مولاي، وإن حظيت عندك مع مثلها تسقط القسمة يا جعفر. لا حرة ولا جارية، امرأة فقط، امرأتي، ولا مثلها امرأة. ولكن اكتم هذا عني يا جعفر، إذا شئت أن يخرج مرسومي بتولياتك الحجابة. بل أكتم نفسي إن شئت يا أمير المؤمنين. أدري ما الذي حل بي، ما زلت على هذه الحال منذ أيام. أنا أدري ما حل بك يا سيدتي. أظن أن ولد الحكم وولي عهده قد أقبل وآل أوانه. حقا؟ إنني لا أعرف هذه العلامات. مبارك. مبارك. حقا، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد والشكر. جعلتني أسعد الناس يا صبح، منذ 30 سنة وأنا مهموم بهذا الأمر. لا أذوق طعم الهناء، أغبط الرجل من العامة حتى إذا يأست ساق الله تعالى لي معك السعد. فكيف أكافئك؟ تكافئني؟ إنني أحمل ولدك وولدي يا سيدي، فإن كنت ستكافئني علي فكيف أكافئك أنت علي وأنت سيد الدنيا؟ يحسب أن ذهاب الناصر رحمه الله يحله وأننا في تراخ بعده، وهذا ما يجب أن نطرده من نفوسهم ليعلموا أن السنة الناصر ما زالت ماضية وأن قوتنا في تعاظم.
فقد صار حقا علينا أن نوقع الرعب في نفوسهم لتبقى نفوسهم منخفلة وتبقى لنا اليد العليا عليهم. وهو أردونيو يأتينا خائبا راجيا متوسلا أن ننصره على خصمه ويعرض لنا ما نطلبه من الشروط، وتلك هي الغاية، أن يتسابق إلينا ملوكهم وأمراؤهم فيزيد هذا على ذاك، ثم نكون نحن على الخيار. فإذا حضر أروه من رهبة السلطان ما يروعه ويخلع قلبه، فإن الرعب نصف الحرب. الملك الأعظم الذي خضعت له الممالك ودانت له الأمم، أنا يا سيدي، أنا حون عليك، أنت عندنا بمحل من يستحق حسن رأينا، وسينالك منا ما يرضيك، وتعرف به فضل جنوحك إلينا واستظلالك بظل سلطاننا، فابسط حاجتك. قد علم مولاي الخليفة المعظم أن سانشو بن عمي تقدم إلى الخليفة العظيم والدكم رحمه الله مستجيرا به مني، فتفضل عليه وأعز نصره، ومع ذلك لم يقم سانشو بغرض النعمة التي أزديت إليه ونكث عهوده، فأثبت بذلك أنه رجل بلا شرف. وها أنا ذا بين يديك يا سيدي ومولاي، أدخل في طاعتك وخدمتك ما حييت، فإذا نصرتموني حتى أسترد عرشي فلكم علي عهد الرب أن أضع نفسي وبلادي وشعبي تحت رعايتكم، وأن أؤدي ما تشترطونه علي بلا مماطلة. قد سمعنا قولك وفهمنا مغزاك، وسوف يترادف من إحساننا إليك أضعاف ما كان من أبينا رضي الله عنه إلى ندك، فطب خاطرا. قد أمر الخليفة أعزه الله أن تخصص لك قطعة من الجيش بإمارة غالب الناصري، وأن يصطحبك بعض وزرائه، الوليد بن خيزران قاضي نصارى قرطبة، وعبيد الله بن قاسم مطران طليطلة، والربيع بن زيد قمص نصارى الأندلس، ليكونوا في شورتك ونصحك، ترجع إليهم في كل ما يعرض لك، وهم أهل رأي وحكمة. أعذروني أيها السادة، قمص نصارى الأندلس قاضي نصارى قرطبة مطران طليطلة وزراء الخليفة. وما الذي يحيرك؟ هذه دولتنا وذلك خليفتنا. ولكنكم نصارى. نعم، وأندلسيون،
إلا أنه ترك لنا أن نقضي بين أهل ملتنا بقضائنا حتى لا يتدخل فيه أحد ولا تقع شبهة الإكراه في الدين. أعلم ليس من السهل عليك يا سيدي أن تفهم هذا، لكن هذه هي الأندلس التي تحاربونها وتجهلونها. لقد والله طفح الكيل. منذ توفي الناصر نجم شر هؤلاء السقالبة وزادت قبائحهم حتى لم تعد الطرقات آمنة لنسائنا. إنها الحرم والأعراض، يموت الرجل دونها، وفوق ذلك يدخلون هذا الدكان أو ذاك، فإذا استحسنوا شيئا أخذوه غصبا وهم في نعماء من أرزاق الخلافة. وأخيرا صار بعضهم يفرض إتاوة على أرباب التجارة والصنائع، إتاوة لم يقررها الخليفة ولا خرج بها أمر منه، فإلى ما نسكت على هذا؟ إذا تعرضنا لهم لمنعهم دخول الأسواق والأحياء لتكونن مقتلة كبيرة، فهل هذا ما نريده؟ لم أقصد إلى هذا، لا، لا نريدها فتنة تأكل الأخضر واليابس، وعلى ثغورنا عدو متربص. فماذا؟ أمير المؤمنين الحكم لا يعلم بشرورهم، ولو علم لأوقفهم وقمع شرهم. تعني أن نتوصل إليه بالشكوى؟ بيننا وبينه حجب كثيفة. إن لم نتوصل إليه بنفسه توصلنا إلى حاجبه المصحفي. لا أحسب أن الحاجب يجرؤ على إخضاب كبار الفتيان. إن لم نبلغ شيئا فقد أعذرنا، ثم يكون لنا رأي آخر. يا قوم، نحن عرفاء الصناعات، النجارين والعطارين والنساجين والزجاجين والصياغين والحدادين، ولا بد أن يلحق بنا سائر العرفاء، وقد اختارنا أهل صنائعنا لننظم أمرهم ونحفظ حقوقهم، وهي والله أمانة، فإذا كنا عاجزين عن حفظها فالأولى أن نجمع أهل صنائعنا فنستعفي حتى يختار لهم عرفاء أقدر منا على احتمال الأمانة. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قد ابتعدنا عن قرطبة، يكفي هذا، يجب أن أودعكم الآن. ألا تغير رأيك؟ أعني بضعة شهور أخرى أو سنة أخرى؟ لو أطعت قلبي لما أحببت أن أفارق قرطبة ولا أن أفارقكم أبداً. نعم، هذه الكتب ستؤنس وحشتي هناك، ولكن لماذا كل هذه العواطف؟ أخشى أن تتغلب علي فتنزل دمعتي، ولا يليق هذا بسفير اللمان. فنحن شعب صلب محارب. هيا عودوا، لا تجعلوني أضعف أمامكم. محمد، صديقي محمد، لن أنساك يا محمد. وأنا كذلك. ستكون قاضيا عظيما إن شئت، المهم ألا تيأس. إذا عدت سفيرا في يوم ما إلى قرطبة ورأيت موكبي يحيط به الحرس والجند، فلا تخش شيئا، اخترق الصفوف وتقدم نحوي، فإن منعك العسكر صحبي. وأنا أميزك فأشفع لك عند الحرس لكي يخلو لك السبيل إلي. Thank you.
الحمد لله. أهلا وسهلا. ما طلب السيدة؟ 3 دنانير. قد رأيت من غرائب الدنيا ولكني لم أرى قبل الآن سيدة حسنة المظهر والهندان تطلب صدقة، و3 دنانير دفعة واحدة. صدقة؟ أنا صدقة؟ يا لست من أولئك، أعني ذلك النوع. هذا مكان محترم. ما هذا الذي تهذي به أيها ال... أهذا هو الفتى الذي يتحدث أبي عن عقله وعلمه؟ أبوك؟ والله لأشكونك له. أنت؟ أنا ابنة مخدومك. لست خادما لأحد. ماذا أنت إذن؟ هل أخطأت دكان أبي؟ والآن هاتي النقود لأمضي، هيا. وما يدريني أنك ابنة أبي القاسم؟ أعني أنا لم أرك من قبل، وأهل الكدية في قرطبة يتفننون في طرق الاحتيال. أنا من أهل الكدية؟ لا أدري، ولا أدري أيضا إن كنت ابنة أبي القاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف حال السيدة عائشة ابنة صاحبنا الرجل الطيب أبي القاسم؟ لا تلوميه، فهو طارئ على السوق. أهذا وجه امرأة من أهل التسول والكدية أيها الفطن؟ إن لم تكن عرفتني بالعيان فأين فراسة اللبيب؟ بلى، أين فراسة اللبيب؟ لكل حصان كبوة. هيا يا محمد، طعام أم البنين. ما هو؟ كل ولا تسأل، فليس للأعزب رأي في طعام المتزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تهدأ أيها الصبي؟ هل تناول عشاء؟ لو لم يفعل لسبقك إلى الطعام. إذن هيا إلى فراشك أيها الفتى. قد سمعتني؟ إبراهيم، بحياتي عليك لا تهلك نفسك. قد سمعت طرفا من كلامك مع العرفاء، وأنا أخشى عليك بطش الصقالبة لو علموا، فإن لهم عيونا ولنا ولدا. لو لم يكن لنا ولد فلا يضرك أن يبطش بي الصقالبة. فداك نفسي، قد علمت أني لم أقصد إلى هذا. أعلم يا أمين أعلم، لا يستقدم أحد على أجله ولا يستأخر. ولو سكتنا الآن على قبائح السقالبة جبنا فلا يصيبن السيل إلى عقر بيوتنا كرها. لا والذي بعث محمدا بالحق لا نعجز. ماذا يريد صاحب سراقسطة بكل الأموال التي يطلبها؟ ما قطع عليكم يسد الحاجة ويفي بالغرض، وإلا فابعثوا دفاتر نفقاتكم لننظر في مصارفها. ما زلنا ننتظر من أول الصباح، ما الذي يحجبه عنا؟ إنه الحاجب. الحاجب وليس المحتجب. وإن كان لا يستطيع لقاءنا فليصرفنا إذن بدلا من ش... لا يسمعك أحد فتفسد أمرنا. ضع عليها ختمي وأنفذها على عجل. وعرفاء الصناعات على بابك يا سيدي. من؟ ما زالوا ينتظرون. أدخلهم أدخلهم.
نعم نحن عرفاء الصناعات النساجين وال... نعم أعلم. بسطوا حاجتكم واختصروا، فإن خير الكلام ما قل ودل. طاب نهار الحاجب، كيف أصبحت اليوم يا سيدي؟ بخير من الله. وأنت؟ من كان في ظل مولانا أمير المؤمنين فلا يشكو. قلت أمر بالسيد الحاجب، فإن كانت له حاجة في خاصة القصر سعينا بها. نعم ماذا كنتم تقولون؟ لو أخلانا سيدنا الحاجب بنفسه. على كل حال، لو كان لك حاجة عندي يا سيدي فأرسل في طلبي. الفتيان الصقالبة يا سيدي. ما بهم؟ قد ظهرت منهم شرور كثيرة في الأسواق والأحياء. لم أسمع بهذا. قد سمعت الآن يا سيدي، ولكن لم أسمع رجلا من بياض البلد يشكو منهم. لا يتعدون إلى بياض البلد، إنما يجرؤون على سواد البلد، الضعفاء الذين لا نصير لهم. أمير المؤمنين نصير لكل رعيته، ولذلك جئناك يا سيدي، لأننا نعلم أن مولانا أمير المؤمنين أعزه الله لا يرضى بظلم رعيته إذا توصلنا إليه بالخبر. تعلمون أن الفتيان الصقالبة هم حرس الخليفة والناظرون على خدمته وخدمة حرمه وقصة بيته، وهم زينة ملكه. نعلم يا سيدي، ولذلك فهو أحرص على قمع شرورهم حتى لا تلحق به منهم مضرة. على كل حال، إذا كان ما تقولونه حقا فهم لابد قلة من صغار الفتيان، والصقالبة كما تعلمون ألوف، ولا تخلو طائفة من بعض النفوس الخبيثة. هكذا الدنيا، فلا يحمل القليل على الكثير ولا يلحق الخبيث بالطيب. ولكن إن كانت هذه القلة كذلك. على كل حال سأنظر في الأمر، وربما راجعت فيه كبار الفتيان فلا أشك أنهم لا يعلمون به. انطلقوا راشدين. هكذا يقول؟ لماذا تتعجبين؟ كل منهن كانت ترجو أن تكون هي التي تحمل ولد الخليفة، لتكون أحظى نسائه، ولها الرأي وفصل الخطاب، والغيرة قديمة في النساء. بل هي قديمة في كل البشر، رجالهم ونسائهم، إنما تنفس النساء على النساء، المال والجمال والحظوة عد سيدهن، ولا تبلغ الغيرة بإحداهن إلا التقول والنميمة والدس والكيد لأختها. أما غيرة الرجال من الرجال على المال والمنصب والجاه فأولها في الصدر وآخرها في القبر. هل وقع في قلبك أخيرا؟ إنه سيدي ومولاي، والله إنه من أطيب الناس نفسا وأحسنهم خلقا. هذا وصف يقوله الراعي في فحص قرطبة تلال غرناطة. أما القلوب فلا سلطان لأحد عليها، والشباب له مآربه وأوطاره. تالله ما زلت في ضلالك القديم. الغروب عن وجهي قبحك الله. تمام، هكذا الآن أنت السيدة. لم تري مني شيئا، ولكن هذه عبارة السيدة صاحبة الأمر والنهي، فماذا تفعل مولاتها؟ تخرج مذمومة مدحورة.